السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم ومرحبا ثامنا مساء في القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه النشرة الإخبارية المفصلة من الفضائية المصرية والنيل للأخبار، والبداية بالعناوين. البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالعالمين الجديدة يؤكد ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، ويشيد بدور مصر المحوري في القضية الفلسطينية. قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديات العمل النقابي تتصدر خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني. وقادة غرب إفريقيا يمهلون الضالعين في أحداث النيجر 7 أيام لاستعادة النظام الدستوري، ويلوحون بالتدخل العسكري. أهلا بكم ونتابع في نشاطنا الاقتصادي. مدبور يؤكد أهمية العمل على تحديد مستهدفات قطاع الطاقة حتى 2030. تفاصيل النشر، أكد البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العالمين الجديدة ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، مشددا على أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة. وأشادت الفصائل الفلسطينية بدور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية. اسمحوا لي في نهاية اجتماعنا هذا أن أتوجه باسمنا جميعا وباسمي شخصيا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى مصر الشقيقة بعميق الشكر والامتنان على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع، وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأتوجه بالشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة، الجزائر، السعودية، قطر، الأردن، تركيا وروسيا والصين، على ما بذلوه من جهود في هذا الأمر. كما أتوجه بالشكر لكم جميعا ولجميع الوفود المشاركة على ما بذلتموه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد قضيتنا ما تستحق بالاعتبار. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إنني أعتبر اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا الذي نرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن. ولذلك فإنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم بهدف إنهاء الانقسام وتحديد الوحدة وتحقيق الوحدة الوطنية. وأطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فورا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات، وآمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة جمهورية مصر العربية لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك. دعما للقضية الفلسطينية لحالة الجمود والانقسام، تستضيف مصر اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يعقد بمدينة العالمين الجديدة. الاجتماع جاء بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني بهدف الاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وخلال الاجتماع استعرض الرئيس محمود عباس التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية،
ورؤيته للوضع في الأراضي المحتلة، مؤكدا على الدور المحوري لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لأبناء الشعب الفلسطيني. كما أكد أبو مازن على ضرورة وحدة الصف بين الفلسطينيين ووحدة الموقف بين كافة الفصائل الفلسطينية لاستعادة الوحدة الوطنية، إلا أنه أبقى على خيار المقاومة الشعبية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للاحتلال. وفي ظل مقاطعة عدد محدود من الفصائل، اتفقت الفصائل المجتمعة على انتظام اللقاء كقيادة مؤقتة لأمانة الفصائل، مشددين على ضرورة إيجاد آليات لمشاركة كل المكونات الوطنية فيها. الفصائل المجتمعة هي الأخرى أكدت على ضرورة استمرار المقاومة الشاملة لمواجهة إجراءات الاحتلال الاستيطانية مع تجريم الاعتقالات السياسية، مشددين على ضرورة دفع الجهود الدولية لوقف المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تفريغ القضية الوطنية من مضمونها. الإجمالي الصادر عن الاجتماع. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف دكتور حامد فارس، هو أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أهلا بك. إذن جهود مصرية ووساطة مصرية أخرى تضاف إلى تاريخ طويل من هذه الجهود، لكن فكرة إنهاء الانقسام الفلسطيني، توحيد الصف، ليست المرة الأولى التي تتدخل مصر في صالح إقرار هذا الأمر. هل الملابسات الآن مختلفة بالنسبة للداخل الفلسطيني؟ وأرحب بك مرة أخرى. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري وقناة النيل الأخبار. طبعا يعني هناك متغيرات بالفعل حقيقية على واقع الأرض تدفع القطاع الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام الداخلي والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المتغيرات تؤثر بشكل كبير على مبدأ حل الدولتين، على إقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67، على تنفيذ المبادرة العربية اللي تم إقرارها في بيروت في العام 2002. كلها متغيرات تحتاج إلى أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية من قبل الفصائل ورغبة متزايدة لديهم بتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على حساب الفصائل. وبالتالي أرى أن هذا الاجتماع اليوم، رغم أنه يعني يتشابه في اجتماعاته مع الكثير من الاجتماعات الثقة، ولكن التغييرات الحقيقية في المشهد الفلسطيني تؤكد على أنه لابد من توحيد الداخل الفلسطيني وتجسيد الملف الفلسطيني بشكل كبير لعرض المجتمع الدولي. دكتور حامد، يعني أرجو منك أولا أن تغير مكانك قليلا كي أستطيع أن أسمع يعني صوتك بشكل أوضح، وأطرح أيضا يعني هذا السؤال حول قراءتك للبيان الختامي. هل جاء بيانا تقليديا أم أنه هناك نقاط بتستحق أن نركز أو أن نبني بالأحرى عليها؟ سؤال مهم جدا يا استاذ محمد، ارى انك تكون سامعني بشكل جيد الان. تمام. يعني تمام. طبعا في ظني وتقديري ان الاجتماع الان هو اجتماع مختلف، لان الفصائل الفلسطينيه بشكل كبير هناك اجماع على ضروره انهاء هذا الانقسام في ظل وجود حكومه نتنياهو اللي يعني لا تؤمن بمبدا حل الدولتين وتتخذ الكثير من الاجراءات وحادية الجانب التي تعرقل استمرار ايجاد فرص حقيقيه للسلام. وبالتالي أرى أن الأمور بشكل عام تتحرك في اتجاه أن هذا الاجتماع سيؤسس لخارطة طريق واضحة للفصائل الفلسطينية وتقريب وجهات النظر، بظل أن استمرار الانقسام الفلسطيني لا يخدم القضية الفلسطينية، بظل أن الأوضاع بشكل عام داخل فلسطين يعني نسمع يوميا عن اقتحامات، عن هضم الأراضي الفلسطينية، عن محاولة تعطيل فرص السلام، خاصة أن الجانبين متوقفة المفاوضات بينهم منذ العام 2014. وبالتالي لابد أولا من يعني إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، إجراء انتخابات بشكل عام، وهو من الممكن جدا أن يتحقق في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والعلاقات الدولية، كل التحية لك.
في سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر تصعيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية ومن تعايش المجتمع الدولي معها، مما يكرس ازدواجية المعايير الدولية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اكتفاء المجتمع الدولي بتكرار موافقة المعلنة بشأن التمسك بحق بحل الدولتين دون ارتباطها بإجراءات عملية تضمن حمايته، ويشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على التمادي في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتطبيق حل الدولتين. قتل قائد عسكري بحركة فتح اليوم في كمين بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، بذلك يرتفع عدد القتلى إلى 6 منذ بدء اندلاع الاشتباكات في المخيم الليلة الماضية، كما أدت الاشتباكات لإصابة 7 بجراح. وأشار مصدر فلسطيني بالمخيم إلى أن الاشتباكات جارية بين عناصر من حركة فتح ومجموعات متشددة في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر أن مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقا من احترام المواثيق الدولية والالتزام بحقوق الإنسان، واضحا أن الجهود الوطنية المصرية شهدت خلال العام الماضي طفرة هائلة في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف أنه على الصعيد الوطني اتخذت مصر كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية الراهنة. اقترح ديار عشوان المنسق العام للحوار الوطني تعديل المادة الثانية بقانون مباشرة الحقوق السياسية المختصة بشأن تحديد المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ليشمل أي شخص يقوم بأي جريمة انتخابية. جاء ذلك خلال 5 جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات. استأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية العامة للأسبوع 5، وذلك بمناقشة قضايا مهمة في المحور السياسي على رأسها جلسة لجنة مناقشة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. الانتخابات سواء بالقائمة النسبية ولا بالقائمة المطلقة، وإزاي أن ربما يشوف يرى البعض أن القائمة النسبية ربما تكون معبرة أكثر عن الشعب المصري بكل طوائفه، وارى البعض الاخر ان القائمه المطلقه هي التوافق مع الدستور المصري، وهي التي اقرها الدستور بتمثيل المراه وتمثيل الشباب وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصه. في حوار مثمر استأنفت لجنة المحليات مناقشة قانون الإدارة المحلية للخروج من مركزية الإدارة ومنح المحليات صلاحيات إدارية. كان متخيل أن يكون هذا القانون يصدر في خلال 5 سنوات من صدور دستور 2014. اليوم الحمد لله ناقشنا ختام مناقشاتنا يعني في قانون الإدارة المحلية. وقانون المجالس المحلية هيصدر قانون واحد يتضمن الاثنين، نرجو ذلك يعني، ويكون بداخله باب للمجالس المحلية. النظام الانتخابي أيضا ما بين النظام الانتخاب القائمة المطلقة المغلقة مع الجمع مع النظام الفردي، يعني 75% للقائمة المطلقة المغلقة و25% للنظام الفردي. في إطار الجلسات النقاشية العامة تناولت لجنة النقابات قضية تحديات العمل النقابي والعمالي بكل الأوجه المطروحة على طاولة النقاش. في بعض التعديلات هنطرحها
هنطرح ان شاء الله يتعمل قانون او يتعمل ماده في قانون العمل بخصوص عاملات المنازل. هنقول ونتكلم عن العماله الغير منتظمه وكيفيه حمايه هذه الطبقه، لان طبعا هم بيمثلوا الغالبيه العظمى من العمال. هنحاول نقول وضع تشريع مناسب يحميهم ويشركهم في الحياة العمالية العامة، بحيث لما تحصل أزمات مجتمعية سواء كانت ناتجة عن التغير البيئي أو التغير الاجتماعي أو أي ظروف بتحصل، يبقى ليهم مصدر دخل في حالة التوقف عن العمل. من أجل الوصول إلى مساحة مشتركة من الرؤى والأطروحات، كان الجميع على قلب وطن واحد في عرض الحلول والمقترحات الناجزة لحل قضايا الحوار الوطني في محوره السياسي. من مقر الحوار الوطني، نشوى صالح، النيل. تواصل وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدولة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة بمقر أكاديمية الشرطة. نعم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع الوعي المجتمعي. إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية دورها المجتمعي في رفع وعي المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات، تواصل الوزارة تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية الموجهة للكوادر الإدارية بالدولة، حيث نظمت ورشة عمل للعاملين بوزارة التنمية المحلية وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول. استمرت فعاليات ورشة العمل على مدار 5 أيام بحضور خبراء ومتخصصين في هذا المجال، تطرقوا في محاضراتهم إلى كل ما يتعلق بمخاطر الشائعات على المجتمع وحروب الجيل الرابع التي تهدف إلى إسقاط الدول وكيفية التصدي لها من قبل أفراد المجتمع بعد تحصينهم فكريا للرد عليها ومواجهتها. من ابرز الحاجات اللي عجبتني في الورش الصراحه واللي استفدت منها، ان هي فهمتني ازاي انا كموظف اداري تابع لوزاره حيويه زي وزاره التنميه المحليه، ازاي ان انا اقدر اواجه اي حاجه ممكن تمس باستقرار الدوله من مكان عملي. طبعا عرفنا اشكال كتيره من حروب الجيل الرابع، من حروب نفسيه، من ذكاء اصطناعي، ازاي بنتواجه داخليا وخارجيا من قوة أخرى. الجديد اللي أنا استفدته أن أنا ما انصقش وراء الشائعات والسوشيال ميديا، وأن لو في أي معلومة على السوشيال ميديا لازم الواحد يدقق فيها كويس جدا. في اختلاف في المحاضرات نفسها، مش مركزة كلها في موضوع واحد، بس هي بتساعد الورشة بالكامل، بتحاول أن هي تديك معلومات مختلفة. وقد أشاد المشاركون في ورشة العمل بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي والتعريف بالإنجازات الوطنية وبناء مجتمع محصن فكريا قادر على التصدي لمحاولات هدم الدول واستهدافها بالشائعات الهدامة. فهموا يعني أمن قومي، يعني إحنا إزاي بنتعرض لحروب مختلفة، مسمياتها مختلفة، أنواعها مختلفة، منها نحن إحنا لا نعيها، استفدناها في الورشة هنا جدا. دورنا احنا اللي جاي اللي احنا ننقله للناس. شكرا لوزارة الداخلية ان هي عملت ورشة العمل ديت. البرنامج ده رائع، ما كنتش متوقعة ان في كمية الخبرات والعلمية اللي استفدنا بيها في الكورس دوت ورشة العمل ديت. معلومات يعني لو قعدنا سنين بره عشان ناخدها اتلمت هنا في خلال الورشة كلها بأعلى مستوى، بأعلى دقة، بأعلى كفاءة. انا اشكر كل قيادات الشرطة والداخلية على المقابلة الجميلة والورشة العمل المنظمة جدا اللي احنا فيها. وتأتي هذه الورشة استمرارا للمبادرات التوعوية التي تنظمها وزارة الداخلية وتستهدف بها فئات المجتمع، ونجحت من خلالها في بناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات الهدم والتشكيك في الثوابت والإنجازات الوطنية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الاستراتيجية الوطنية المعنية بالقضايا السكانية مطروحة للنقاش خلال فعاليات مؤتمر السكان والصحة والتنمية الذي يعقد خلال سبتمبر المقبل، وتم وضعها من قبل الخبراء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة والسكان بحضور ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. تمثل مصر المرتبة 14 على مستوى العالم لعدد السكان الذي يتجاوز 105 مليون نسمة، وقد نجحت الدولة المصرية في خفض معدل الزيادة السكانية إلى تحقيق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد المتاحة، وهو ما كشف عنه وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. في السنين القادمة إن احنا نصل إلى معدلات أقل من كده بكتير حتى نستطيع إن احنا نجني ثمار التنمية الاقتصادية، وأي تنمية محتاجة أن تكون على الأقل 3 أضعاف النمو السكاني حتى يستطيع أن يحس المواطن البسيط بالعائد الديموغرافي على هذه التنمية، سواء في مجالات الصحة، في مجالات التعليم، في مجالات الإسكان، في مجالات فرص العمل وتمكين المرأة، كل القضايا المتعلقة بالخصائص السكانية. دراساتنا بتقول إن عدم التباعد ما بين فترات الحمل بتؤثر على صحة الأم، وجود أطفال أكثر من العدد الذي يستطيع الأسرة أنها تتعامل معاه بيؤثر على حياة الطفل الصحية والنفسية، ودي من واقع 100 مليون صحة ومبادرات اللي احنا انتهينا منها. وبالتالي احنا نمتلك من الأدلة والبراهين ستطرح من خلال المؤتمر ما يدل بشكل كبير جدا على أن هناك يعني فجوة ما بين الخصائص السكانية التي نتمناها للأجيالنا الحالية والأجيال القادمة وما بين الزيادة الغير منتظمة في عملية المواليد والإنجاب. كما تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض دور المنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة في مواجهة ودعم الحلول الواقعية لمواجهة المشكلة السكانية باعتبارها مشكلة مجتمعية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. هناك شراكة طويلة الأمد مع وزارة الصحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا سيسهم مؤتمر السكان العالمي في تسريع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، ونحن على استعداد لتعبئة خبراتنا والشراكة مع الحكومة المصرية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات الهادفة لمواجهة تلك الأزمة. احنا مش بنتكلم على أعداد لأسرة عدد 2 أو 3 أو غيره، احنا بنتكلم على مواصفات وخصائص سكانية تتعلق بصحة الأم، صحة الطفل، صحة الأسرة، صحة المجتمع، ثقافة الأم، تعليم الأم، الوضع النفسي للأطفال والوضع النفسي للأم. فنحن اليوم قوة الأمم بقوة شعوبها، والقوة لا تأتي لا من قلة الأعداد ولا من زيادتها، ولكن من نوعية المواطن، من الحياة الكريمة للأسرة، من الحياة الكريمة للفرد والأسرة والمجتمع. هي دي الهدف والرسالة التي نريد أن نصل إليها، كيف نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستثمار في الأشخاص والاستثمار في الأسرة المصرية. جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية لمواجهة القضية السكانية أكد عليها وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي، مطالبا أن المؤسسات المعنية كافة بالدولة المصرية لمواجهة تلك القضية بشكل واقعي. محمد حلمي، النيل. اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقصف حي رميلة الواقع بجوار سلاح المدرعات، ما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين من بينهم 4 أطفال. ومع استمرار القتال فالأوضاع الإنسانية تتفاقم هناك، حيث حذر وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور من نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية في الإقليم حال عدم وصول المساعدات قريبا، وأشار إلى أن مخزون الغذاء يكفي لثلاثة أسابيع فقط. لا تتوقف التحذيرات في السودان من تفاقم الأوضاع الإنسانية، فبعد أيام من تحذير وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور بابكر حمدين من نفاذ الأدوية والمستهلكات الطبية في الإقليم،
أطلق نداء استغاثة آخر في حال عدم وصول المساعدات قريبا، مبينا أن الوضع الأمني متقلب. فقد حذر حاكم ولاية شمال دارفور غربي السودان من تدهور الوضع الإنساني بالولاية، موضحا أن ما تبقى من مخزون الغذاء يكفي لمدة 3 أسابيع نتيجة لاستنفاذ المخزون الاستراتيجي من الغذاء وغياب الاستجابة الدولية. وناشدت حكومة دارفور وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني بمسارعة الخطى في تقديم المساعدات للمتضررين. ميدانياً، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بقصف حي الرميلة الواقع بجوار سلاح المدرعات، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين من بينهم 4 أطفال. وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع تواصل انتهاكاتها الوحشية بحق المدنيين العزل، وتستمر في تهجير المواطنين القصري من منازلهم للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية على حسب البيان. أشار إلى أن القتال العنيف كان قد اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 إبريل، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. وصل الرئيس التشادي محمد إدريس دبي إلى نيامي عاصمة النيجر في محاولة لتسوية الأزمة وفقا لما أكدته الحكومة التشادية. في الوقت نفسه أمهل قادة دول غرب إفريقيا متمردي النيجر 7 أيام لاستعادة النظام الدستوري في البلاد. ولوح القادة في ختام قمتهم الطارئة بنيجيريا بالتدخل العسكري إذا فشلت المساعي السياسية في استعادة النظام في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. تظاهر اليوم آلاف أمام السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر قبل أن يتم تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأكد قصر الإليزي في بيان له أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها في النيجر، وسيرد فورا وبشدة. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. بعد إحباط هجوم على العاصمة الروسية موسكو، روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني على القرم استخدمت فيه 25 مسيرة. الأزهر الشريف يكرم الفائزين في مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته 7. إذن أعلنت موسكو اليوم أن قواتها أحبطت هجومين أوكرانيين، أحدهما في شبه جزيرة القرم، أما الآخر ففي العاصمة موسكو. كما قتل مدني واحد على الأقل وأصيب 5 آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا. في تطور جديد للأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت موسكو إحباط هجوم أوكراني على القرم التي ضمتها روسيا في خطوة لم تلقى اعترافا دوليا، لكنها لا زالت تلقي بظلالها على الأزمة الروسية الأوكرانية. روسيا أعلنت أن الهجوم على القرم استخدم فيه 25 مسيرة خلال ساعات الليل، وأن الدفاعات الجوية دمرت 16 مسيرة أوكرانية دون سقوط ضحايا. في سياق متصل، أعلنت السلطات الروسية أنها أحبطت هجوما ليليا آخر شنته مسيرات أوكرانية على العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار بعدد من المباني وتعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الذي شنته 3 طائرات بلا طيار قد أحبط، وأضافت أن 1 الطائرات أسقطت، مشيرة إلى أن الاثنتين الأخريين
تم تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونية، على الجانب الآخر قتل مدني واحد على الأقل وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا جراء غارة روسية استهدفت مركزا تعليميا. وقالت الشرطة الأوكرانية إن العمل جار على مواجهة آثار حريق نجم عن إطلاق الصاروخ الروسي. يذكر أن روسيا كانت قد استهدفت مبنى سكنيا في سومي مطلع يوليو الجاري بطائرات مسيرة، الأمر الذي أسفر عن 3 قتلى و21 جريحا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواصل العمل على بناء أسطولها الحربي الذي سيتعزز ب30 سفينة جديدة هذا العام. نعم، تصريحات بوتين جاءت خلال العرض العسكري الذي يقيم بمناسبة يوم القوات البحرية بمسقط رأسه بمدينة سان بطرسبرغ. لم يكن احتفال روسيا بيوم البحرية هذا العام في ذكرى تأسيس الأسطول البحري احتفالا عاديا مثل كل عام، فمستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا أعادت منطقة البحر الأسود إلى ساحة القتال بعد أن رفضت موسكو تجديد صفقة تصدير الحبوب الغذائية الأوكرانية واعتبارها أي سفينة تصل إلى الموانئ الأوكرانية هدفا عسكريا محتملا. على ضفاف نهر نيفا بمدينة سان بطرسبرغ وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فخورا بعرض السفن والغواصات النووية والزوارق الروسية بمشاركة نحو 3000 عسكري، وكشف بوتين عن انضمام 30 سفينة روسية إلى أسطول البحرية هذا العام. ووفقا للتقديرات الاستراتيجية الروسية تمثل مساعي الولايات المتحدة للهيمنة على المحيطات أكبر تهديد للأسطول الروسي، وتشير تقديرات المراكز المتخصصة في الدراسات العسكرية إلى تفوق الأسطول الروسي على الأمريكي بامتلاكه أكثر من 600 وحدة بحرية بينها 15 مدمرة و11 فرقاطة. كما تعد روسيا رابع قوة بحرية في مجال الغواصات بامتلاكها 70 غواصة ونحو 50 كاسحة ألغام بحرية. ويعد أسطول البحر الأسود الروسي واحدا من أقوى تشكيلات القوات البحرية الروسية، خاصة بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ برنامج تطوير شامل للأسطول عقب ضم شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية عام 2014. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 جراء انفجار مفرقعات مخزنة في أحد المستودعات بجنوب تايلاند. وألحق الانفجار أضرارا بأكثر من 200 منزل يحيطون بالمستودع، مما أثر على 365 شخصا. في انفجار قوي بمستودع للألعاب النارية في جنوب تايلاند قال مسؤول أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين. وقال سانان فونجاكس وين حاكم إقليم ناراتيوات إن الألعاب النارية انفجرت وأشعلت حريقا في مستودع غير حاصل على ترخيص في سوق مونو بمنطقة سونجاي كولوك بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا. وقال حاكم المقاطعة أنه تم التعرف على 10 أشخاص من القتلى، فيما تم العثور على أشلاء من جثتين لم تحدد هوياتهما بعد، مشيرا إلى أن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 200 منزل تحيط بالمستودع، مما أثر على 365 شخصا وانتقل نحو 19 إلى مأوى مع توجه عدة أسر إلى منازل أقاربها. أضاف أن الشرطة تحقق في سبب الواقعة وأن التقارير أولية تشير إلى خطأ في عمليات لحام كهربائية في المستودع. وأفاد الحاكم المحلي أن المستودع غير مرخص وأن الشرطة استدعت المالك بتهمة الإهمال. ويعتقد أن الانفجار الذي وقع في بلدة سون جاي كولوكا نتج عن عملية لحام أثناء أعمال البناء في مبنى يخزن ألعاب نارية بشكل غير قانوني. وقال قائد شرطة ناراتيوات الجنرال تشارلمبون خامخيو أنه تم نقل مفرقعات إلى المكان قبيل الانفجار، ويتم التحقق مما إذا كانت تلك الألعاب النارية قد تم نقلها بشكل قانوني أو غير قانوني.
عودة للشأن المحلي، حيث فاز الطالب مصطفى محمد عبد الغني من منطقة أسوان الأزهرية بالمركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربية على مستوى الأزهر الشريف. وشارك في هذا المشروع والذي يتم تعاونا مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية أكثر من 2 مليون طالب وطالبة بالأزهر الشريف من بين 24 مليونا في 46 دولة. في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، توج مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب مصطفى عبد الغني على مستوى الأزهر الشريف ليمثل مصر في المسابقة التي تقام بدولة الإمارات. لقد كنت مداوما على القراءة منهما في طلبها حتى تبلغت هذا المنصب، وأشكر الله عز وجل له الفضل في الأولى والآخرة. مين بيشجعك؟ لقد كان المشجع الأول لي هو أخي الأكبر فضيلة الشيخ منتصر محمد حفظه الله، كان هو الدافع والحافز دائما. ويحظى المشروع بدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وهو ما تجلى في مشاركة أكثر من 2 مليون طالب من أبناء المعاهد الأزهرية. ها نحن الآن نقف على نهاية عام مضى لنحتفي بمنجزاتنا في مشروع تحدي القراءة، أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي. بدورها ثمنت دولة الإمارات دور الأزهر التاريخي في نشر قيم الإسلام وحفظ لغة القرآن. نعلم جميعا الدور التاريخي للأزهر الشريف في الحفاظ على لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، ودعواته الدائمة إلى العلم كشرط أساسي للنهوض الحضاري، وهذا ما ينسجم مع أهداف مبادرة تحدي القراءة العربية. وحصن اللغة العربية في الواقع ومشاركة 2 مليون طالب وطالبة ومستويات متميزة جدا، يعني احنا سمعنا الأبطال وسمعنا كيف يتحدثون باللغة العربية فصيحة، سعداء جدا للاهتمام باللغة العربية. الدورة السابعة في مبادرة تحدي القراءة العربية ما شاء الله هناك مشاركة أكثر من 24 مليون و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم. ويرى الأزهر الشريف أن نجاح هذه المسابقة يعد تحديا في ظل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي. مع ثورة السوشيال ميديا ومع اتجاه أبنائنا واتجاه كل الشباب في السن المرحلة الإعدادية والثانوية إلى الموبايل والسوشيال ميديا، افتقدنا القاعدة عريضة من القراء من أبنائنا اللي بيقروا، فبالتالي مسابقة زي دي بترجع الطالب تاني وبترجع أبنائنا تاني إلى الكتاب وبتبعده شوية عن السوشيال ميديا. واستحدث الأزهر الشريف هذا العام مسابقة لذوي الهمم، وجاءت مريم محمود عن منطقة المنيا الأزهرية في المركز الأول. أحب القراءة جدا والقراءة يعني الحمد لله لما أنا خدمة القرآن الكريم فهو اللي ساعدني للقراءة أن أنا أقرأ والحمد لله ده فضل من ربنا. وتعد الدورة السابعة من مشروع تحدي القراءة العربي الأكبر من نوعها منذ انطلاق المشروع. مشاركة قياسية وفاعلة إذن لأبناء الأزهر الشريف في مشروع تحدي القراءة العربي الذي ينمو عاما بعد عام، مشاركة تؤكد حرص مؤسسة الأزهر الشريف على تعزيز دور اللغة العربية علميا وثقافيا ومعرفيا وحضاريا لتكون أسلوب حياة في مواجهة واقع أرهقته فتنة لغة مواقع التواصل الاجتماعي. من مركز الأزهر للمؤتمرات، محمود العزالي، النيل. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد سليمان. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العمل على تحديد مستهدفات قطاع الطاقة حتى العام 2030 ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات والسعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية وعدد من الوزراء المعنيين. وبحث رئيس الوزراء جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء التي يعاني منها معظم دول العالم حاليا ومن بينها مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع إنشاء مجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها
الذي يسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بمقر الحكومة الجديدة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة خطوات إنشاء المشروع المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزيري البترول وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة. وأوضح وزير البترول طارق الملا أن المشروع الجديد يهدف إلى إقامة مجمع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها بطاقة حوالي 600 ألف طن سنوية لخدمة السوق المحلي والتصدير. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما أنها تعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وبحضور وزير الإسكان وبمشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المبادرة المهمة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم لها حيث توفر وحدات سكنية لائقة في مجتمعات سكنية حضرية لشريحة محدودي الدخل والشباب بأسعار مناسبة وبفترة سداد طويلة. بحث الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية. وأشار حسام هيبة خلال لقاء موسع بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية إلى أن هناك مخططا كاملا لتطوير البنية التحتية بمنطقة العامرية والتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة وخاصة لاستيعاب طلبات الاستثمار بالمحافظة. أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمزارعين والفلاحين تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة. وأشار القصير خلال اجتماع الاستعراض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح تعديلات قانون التعاون الزراعي، أشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كل الدعم لأصحاب الحيازات الصغيرة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الثورة الزراعية. أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة وابتك الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية، وذلك بعدد 20 جرار سكة حديد جديد ليصبح عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 150 جرارا جديدا من الشركة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديدية بعدد 260 جرارا جديدا. وأوضح وزير النقل أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنشئ ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة هذه النوعية من الجرارات المجهزة بأحدث الأجهزة، وذلك في إطار توطين صناعة النقل في مصر ونقل الخبرة والتكنولوجيا للعناصر البشرية المصرية. سجلت مؤشرات البورصة المصرية لدى أغلاق تعاملات اليوم في مستهل التداولات الأسبوع ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، في حين مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين المصريين والعرب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لنهاية التعاملات عند مستوى 1.19 تريليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي جي اكس 30 بنسبة 1.24%، في حين زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 4%. وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 41%. وفي منطقة الخليج العربي صعد المؤشر القطري بنسبة 5%، مدفوعا بارتفاع سهم صناعات قطر بنسبة 2.7%. وأقفلت البورصة السعودية على انخفاض ومواصلة الخسائر للجلسة السابقة بفعل عملية تجني الأرباح. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 5%، متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض بنسبة 2.5%، بينما نزل سهم البنك السعودي الأول بنسبة 3.8%، بينما قفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأكثر من 4% بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها للربع الثاني.
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إن الكويت رفعت طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 200 ألف برميل يوميا السنة المالية الماضية إلى 2.8 مليون. وأضاف المسؤول الكويتي أن الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة تجاوزت نحو 48 من 100 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 من مارس، مسجلة أعلى مستوياتها في 10 سنوات. وأوضح أن المؤسسة نجحت في حفر أول بئر استكشافية بحرية خلال السنة الماضية، وهي الأولى في تاريخها بعد نحو 80 عاما من استخراج النفط من الحقول البرية. قال البنك المركزي المغربي أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 1.3% في عام 2022 في مقابل 8% في العام 2021. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل في مقابل 3.3% هذا العام، على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات. كان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة لتصل إلى 2.5% نهاية السنة الماضية. أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرا بشأن التوقعات الاقتصادية لدول جنوب القارة السمراء، أكد فيه حاجة 13 دولة بمنطقة جنوب القارة إلى نحو 90.3 مليار دولار سنويا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تدابير للتعافي من أثار التغيرات المناخية، مشيرا إلى الحاجة لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والنمو الأخضر. وتوقع البنك، وهو أكبر ممول للتنمية في قارة أفريقيا، معدل نمو بنسبة 1.6% هذا العام لمنطقة جنوب قارة أفريقيا فقط، مرجعا ذلك لحالة الركود والأزمات العالمية فضلا عن تغير المناخ والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة. أعربت الحكومة الروسية عن رفضها لمشروع قانون بشأن انسحاب روسيا من صندوق النقد الدولي، وذلك تعقيبا على مشروع القانون المنشور في قاعدة بيانات مجلس الدوما وفقا لما أعلنه مجلس النواب الروسي اليوم. وقالت الحكومة الروسية أن القرار الإحادي الجانب بشأن الانسحاب من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مرتبط بمخاطر كبيرة من حيث عودة الأصول الروسية المستثمرة فيها والمشاركة في الآليات المالية الدولية الأخرى المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي. وأشار مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منصتان مهمتان تمكنان روسيا من عرض موقفها، موضحا أن حكومة الاتحاد الروسي لا تؤيد مشروع القانون. صرح وزير أمن الطاقة البريطاني جرانت شاربس بأن أمن الطاقة هو جزء من الأمن القومي للبلاد في ظل محاولات تعزيز استقلال الطاقة في المملكة المتحدة. وقال شاربس إنه منذ بداية العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا حاولت الحكومة البريطانية تنمية اقتصادها من خلال دفع مشاريع الطاقة الكبرى إلى الأمام. ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ووزير أمن الطاقة جرانت شاربس قادة صناعة الطاقة على مدار الأسبوع لضمان استفادة المملكة المتحدة من الفرص لتعزيز البنية التحتية للطاقة وتعزيز الطاقة طويلة الأجل للاستقلال والأمن والازدهار في السنوات القادمة. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في تصريحات أدلى بها في العاصمة الصينية بكين إن بلاده تريد آلية أفضل للوصول إلى أسواق الصينية وعلاقة تجارية أكثر توازنا وليس فك الارتباط مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف الوزير أن فرنسا تحتاج إلى تصدير المزيد من السلع إلى الصين حتى يتسنى لها إقامة علاقات تجارية متوازنة مع بكين. الصين ثالث شريك تجاري لفرنسا، لكن الشركات الفرنسية تشعر بقلق متصاعد من احتمال أن تجد نفسها عالقة بين التنافس المتزايد بين واشنطن وبكين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. إلى أخبار الطقس السيء، حيث شهدت الصين فيضانات في الشمال نتيجة إعصار دكسوري الذي ضعفت قوته اليوم مع توقع هطول أمطار قياسية في العاصمة بكين. هذا ويعمل السكان في الجنوب على إزالة أثار الإعصار رغم اقتراب عاصفة أخرى قبالة الساحل. نتابع.
فيضانات عارمة اجتاحت شمال الصين نتيجة إعصار داكسري مع توقعات بهطول أمطار قياسية في بكين. المركز الوطني للأرصاد الجوية أبقى على التحذير باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في البلاد من العواصف المطيرة، وذلك مع هطول الأمطار الغزيرة في مختلف الأقاليم خاصة المناطق الشمالية مثل خبي وبكين وتشانشي وخينان. ومن المرجح أن تشهد العاصمة أمطارا قياسية، في حين أن المدن في إقليم خبي الذي يحيط ببكين غارقة في المياه، حيث أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن الإعصار داكسري أثر على 1.46% مليون شخص في فوجيان، مما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تزيد عن 3.1 مليار يوان، أي ما يعادل 430 مليون دولار. وحذر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المدارية خانونا التي من المتوقع أن تكتسب بسرعة قوة الإعصار، وتضرب هذا الأسبوع الساحل الصيني المكتظ بالسكان في مقاطعة شيانجيانغ بين تشانغهاي وفوجيان. وتعد فيضانات داكسري أحد أقوى العواصف التي ضربت الصين منذ سنوات، ودفعت الآلاف إلى إخلاء منازلهم في إقليم فوجيان الجنوبية، وأحدثت دمارا في المناطق الساحلية متجها صوب الشمال والمناطق الداخلية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموجة من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية. البحر الأحمر خفيفة معتدل وارتفاع الموج به 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية. ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة مشاهدينا الكرام، وهذه النشرة كان أهم ما بها. البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية بالعالمين الجديدة يؤكد ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، ويشيد بدور مصر المحوري في القضية الفلسطينية.
قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديات العمل النقابي يتصدران خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني. قادة غرب إفريقيا يمهلون الضلاعين في أحداث النيجر 7 أيام لاستعادة النظام الدستوري ويلوحون بالتدخل العسكري. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله، إلى اللقاء.